بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن شهر رمضان شهر الفضائل والمكرمات من الله سبحانه وتعالى، ومن فضائل هذا الشهر فضل إطعام الطعام ومساعدة المحتاجين من الفقراء والمساكين، فهو شهر الجود. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الأجودين بعد الله سبحانه وتعالى، وكان جوده يتضاعف في شهر رمضان لأنه شهر الحاجات والصيام، وقد يكون أصحاب الأعمال لا يقون على ما كانوا يقون عليه في غير رمضان، تقصر بهم النفقات، يحتاجون إلى المساعدة، والنفقة في رمضان مضاعفة أكثر من غيره، فعلى الموسرين وعلى القادرين أن يساعدوا المحتاجين، كل بما يسر الله له وأقدره عليه من تخفيف الحاجة عن المحتاجين أو تحملها، والله لا يضيع أجر المحسنين. والجود في رمضان أفضل من الجود في غيره، لأن الحاجة فيه أكثر من الحاجة في غيره، ولأنه شهر الفضائل والمضاعفات والخيرات. كان صلى الله عليه وسلم أجود الأجودين من الناس، وكان جوده يتضاعف في شهر رمضان أكثر من غيره. قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الأجر لمن فطر صائما على تمرة أو مذقة لبن أو شربة ماء. فكل يجود بما يسر الله له، والله لا يضيع أجر المحسنين. فعلى أهل الخير وعلى من يريد الخير أن يتضاعف جوده في هذا الشهر المبارك، فإن الله يجود على من جاد ويخلف على من أنفق، وهو خير الرازقين. ففي الحديث أن الله سبحانه وتعالى يضاعف أجر المحسنين الصدقة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فعلى المسلم أن يجود في هذا الشهر بما يقدر عليه وما يسر الله له، خصوصا إفطار الصائمين وإطعام الجائعين والصدقة على المحتاجين. فالمسلم يتفقد إخوانه وينفق مما رزقه الله، والله سبحانه وتعالى يخلف عليه ما أنفق بخير منه وأكثر وأجود. فعلى المسلمين أن يكثر عندهم فعل الخير وتحري الخير وإفطار الصائمين، ليحصلوا على هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله في هذا الشهر المبارك. والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، لا يخفى عليه شيء. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم.
والله بما تعملون خبير. الله سبحانه لا يضيع أجور المتصدقين ولا يضيع أجور المحسنين دائما وأبدا، وفي هذا الشهر بخاصة، لأنه شهر الجود، شهر الكرم، شهر العطاء، والصدقة فيه والطاعة فيه أفضل من الصدقة والطاعة في غيره لشرف الزمان. فعلى كل مسلم أن يجتهد في هذا الشهر. الناس أو كثير من الناس إذا أقبل رمضان فإنهم تسابقون إلى الأسواق لشراء الحوائج والمشتهيات في رمضان، وينسون أو ينسى بعضهم إخوانه الفقراء والمحتاجين. فهذه خصلة يجب التنبه لها والتنبيه عليها. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.